استاذ عصام من الدقهليه، اتفضل يا استاذ عصام. ايوه يا باشا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا باشا؟ الحمد لله. بالنسبه لعباد الفول السوي اللي انت عمال تتكلم عنه لحضرتك الوقت، ايوه، جراحته يبقى نظامها ايه ومحصوله ايه وايه نظامها ايه؟ الدكتور عابدين الشيمي كان بيقول لك ان فول الصويا سعره دلوقتي 8000 جنيه للطن، وممكن يتحمل 8000 للطن. 8000 للطن، تمام، وممكن يتحمل على اكتر من محصول، يعني مش هو اللي هيبقى المحصول الرئيسي، بحيث ان انت تستفيد من الارض، كل اللي انت هتصرفه حق البذور وحق الحصاد، انما التقاوي انما الاسمده والري هيبقى هو نفس الري اللي انت بتديه للمحصول الرئيسي. لو انت عندك بساتين في اولها، لو انت هتحمل على ذره، في اكتر من محصول بيتحمل عليه فول الصويا. طيب انا حضرتك عندنا الارض فاضيه، هتبقى مثلا ورا البسلة، ورا البسلة بنزرع في شهر خام ولا ايه نظام؟ ايوه، عشان مخالفات الرز ديت جايبين علينا على الفدان 3600 جنيه. ما تزرعش رز مخالف تاني. مش هنزرع رز مخالف، احنا عايزين. انا هدي الدكتور عابدين الشيمي رقمك، وهدي لك رقمه، يقول لك تشتغل ازاي، لو محتاج حد زياره تجيلك من الزراعه يساعده معاك. انت مساحه الارض قد ايه؟ يعني فدان ونص. فدان ونص، ربنا يبارك لك فيهم. هنشوف هنزرعه ايه، ولا هنحمل محصولين على بعض، تجيب البذره منين. وكمان يعني خبر حلو ليك، هيبقى في عقد بحيث ان انت تبقى متعاقد على المحصول تورده، ما يبقاش عندك اي مشكله، وما يبقاش نقول في مخالفات زراعه ارز ولا عندنا غرامات. لا، نشتغل صح احسن عشان نستفيد ونفيد بلدنا. تمام، طيب ماشي يا باشا. دكتور عابدين الشيمي هيكلمك بنفسه، والاستاذ عزيز هيديك رقمه كمان. بشكرك، وانا بشكر الساده المزارعين اللي بيتجاوبوا معانا. سمع النهارده ان انت بتقول له تعالى ازرع فول صويا، ازرع كانولا، تعالى هتحمل محصولين مع بعض، قال لي انا هزرعه بعد البسلة، اعمل ايه، ظروفه ايه. فدي كلها يعني خطوات ايجابيه من الفلاح. والله يا جماعه، الفلاح اكتر حرصا، اكتر مواطن حرصا على الدوله، لان هو بيشتغل بدون اي مقابل. يعني انا بيحزنني الحاج صبري من البحيره بيقول لي والنبي شوف لنا الكيماوي. انت عارف هو الراجل ده بيطلب مش طلب شخصي نهائي، ملوش اي طلب شخصي، ده بيكلمك على ارضه وعلى زرعه اللي هم يعني خيرها للمصريين.